نطلع أنا وهي من حالة اكتئاب بقلب الفيلم. ماهر صليبي يعيد الحياة إلى نادين خوري في تذكري. هيا قضينا هيك كام يوم بالتصوير بذكريات حلوة وجميلة. يا أهلا وسهلا فيك في تيب العربي. أهلا وسهلا بعد زمان. جد بعد زمان. أنا كتير انبسطت لما عرفت أنه في اليوم فيلم لإلك موجود بأبوظبي. الحمد لله والله، وأنا كمان انبسطت أنه في فيلم. فيوم أمس كان العرض الأول لفيلم تتذكري بأبوظبي من بطولة ماهر صليبي ونادين خوري بعد مرور فترة عن تعاوناتهم سوا. تتذكري تفاجأنا فيه لهالفيلم أنت ونادين خوري. يعني هذا اللقاء كان كتير حلو وكتير انبسطت بسيدة نادين، لأنه أنا بعد من زمان كتير ما التقيت أنا وياها، وإجت فرصة هذا الفيلم رغم أنه هيك فيلم قصير، ولكن الحقيقة قضينا هيك كام يوم بالتصوير بذكريات حلوة وجميلة. والواضح من البوستر أنه العمل أحداثه درامية، فهو بيحكي عن شخصية ليلى، مرأة في الستين عالقة بحياة روتينية باردة بلا شغف، وبجنازة أخيها بيظهر محمود شخص من ماضيها وبيرجع لها الحياة. وأنا كمان يعني هو بيحكي عن ذكريات ما بين هدول الشخصيتين، يعني ونبش هاي الذكريات لحتى نطلع أنا وهي من حالة اكتئاب بقلب الفيلم. ما رح أحكي شيء عن الفيلم، بس تشوفوه يعني وقت الشخصيتين هيك القدر بياخذهم إلى مكان مستودع وبينبشوا من هذا المستودع ذكرياتهم، فيلي هي فيما بعد يعني بتريحهم وبتطمنهم وبتخليهم مثل ما بيقولوا مرتاحين يعني. وإلى جانب هالقصة اللي كلها إحساس وتعاونه مع نادين خوري بيبقى للفيلم ميزة مختلفة. شو أكتر شيء شجعك عليه للفيلم لبلت هذا الدور؟ هلأ شوف، أنا الحقيقة يعني من مشجعي الأفلام القصيرة، وأنا دايماً بقولها يعني وقلتها كذا مرة أنه أنا أول فيلم سينمائي إخراج لإلي كان فيلم قصير بعنوان حدوتة المطر. فيلم القصير ما له سهل، بياخد وقت وبياخد جهد لتقدر أنت توصل فكرتك ورسالتك بأقل وقت ممكن يعني. فأنا بشوف تجارب الأفلام القصيرة كتير حلوة ومهمة. وقت بتكون ممثل بفيلم قصير انت عم بتشارك المخرج الكاتب والمخرج يعني هاي الفكرة اللي توصل بأسرع وقت ممكن إلى المشاهد. في اللي ما بيعرفوه الكتار انه ماهر ونادين شاركوا نوعا ما بسكريبت الفيلم، وهذا اللي حكيته مخرجة العمل ملك منصورة. صراحة ما غيرنا كتير أشياء، بس عملنا تناسق أكبر فيها بجلسات التيبل ريد ما بنسميها قبل الفيلم. قعدنا قعدات طويلة مطولة مع أستاذ نادين وأستاذ ماهر، واستمتعنا بسرد القصة بزوايا مختلفة شوي، وكل واحد ضاف من شخصيته اللي عم يمثلها بالفيلم. هذا أول فيلم تتعاملي فيه مع مشاهير مثل نادين خوري وماهر صليبه، احكي لي كيف شفت التعاون معهم؟ صراحة ما فيني أسميهم فقط مشاهير، هم معلمين، علموني بهالتجربة وأضافوا للتجربة إضافة رائعة جدا، تعلمنا واستفدنا واستمتعنا، وكانوا يعني مثل الوردة بالتصوير.